استكلام. مبروك ريان، الحمد لله. قولي الحمد لله ريان. خلاص ما عادش في دموع من اليوم، حتمشي وحتجري وتجي هنا في الاستوديو، ممكن ان حتى تقدمي لنا برنامج اطفال عادي والله. ها تعرف تقدمي، تعرف تقري قران؟ شو تقري لنا تو؟ ها اقري لنا سوره الفاتحه هاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وعد فان مش بس كلام.